أحسن الله إليك يا شيخ. الأخ السائل يقول: كيف يبرئ الإنسان ذمته من حقوق أخذها من الناس في السابق وقد مات هؤلاء ويريد التوبة، وإذا كان قد مضى على ذلك سنوات فماذا يفعل؟ يجب عليه يرد الحقوق إلى أهلها، إن كانوا أحياء يردها إليهم، وإن كانوا أمواتا يردها إلى ورثتهم وإلى وكلائهم، لا يسعه إلا ذلك، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، فيعطيها لوكيلهم أو ورثتهم وتبرأ ذمته بذلك.